حامل وملكيش نفس تاكلي خالص في نفس الوقت محتاجة غذاء كامل عشان صحة الجنين، هنعمل مع بعض برطمان الحامل فطيرة التفاح بالبليلة. فحل على النار، نحط تفاحة متقطعة مكعبات ومتقشرة، نص معلقة سكر بني، رشة قرفة، رشة جوزة الطيب، رشة فانيليا، ربع كوب عصير تفاح، ونقلبهم مع بعض ونسيبهم على نار هادية لغاية ما التفاح يستوي. ونجهز خليط الزبادي، كوبايتين زبادي، نضيف عليهم معلقتين عسل أبيض وعليهم نص كوباية زبيب ونخلطهم مع بعض، وكده التفاح معانا جاهز. ونبدأ نرص البرطمان، هنحط خليط الزبادي عليهم كوباية بليلة مسلوقة عليهم التفاح المكرمل، وفي الآخر نرش عليهم عين الجمل ونقفل البرطمان. وبكده برطمانك معاكي، تجيبي ولد تجيبي بنت هيطلع بيبي متغذي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.